نمشيو على حساب القدرات الماليه نتاعنا، أولاً، بغض النظر على أهمية السكن في التنميه البشريه، أولاً، وما تبقى من سكن الهش القديم نقضي عليه تدريجياً، بالنسبه كذلك الولايات الأخرى، لما المواطن يكبر في بيئه نظيفه على الأطفال، لأن أطفال اليوم هم مسيرين الغد، ما لازمش ينشأ ويكبر ويتنمى بضغينة الباقي المجتمع ولا الوطن تاعو ما في كبر في ماشي الرفاه ولكن في الحياة العادية الكهرباء الغاز المال المدرسة موجودة النظافة موجودة